هذا سائل يسأل ويقول: كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم وحديث احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم؟ حديث احتجم وهو صائم، اللفظ ذي غير صحيح، ما احتجم وهو صائم، وإنما احتجم وهو محرم، هذا هو اللفظ الصحيح للحديث. فكلمة وهو صائم هذه غير محفوظة، كما نبه على ذلك الإمام أحمد رحمه الله والإمام مسلم والإمام شيخ الإسلام بن تيمية أن هذه اللفظة احتجم وهو صائم غير محفوظة في الحديث، وإنما المحفوظ احتجم وهو محرم. المحرم لا بأس أنه يحتجم، أما الصائم لا.